السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسم مهاجم نادي سان جيرواز البلجيكي محمد الأمين عمر مستقبله الكروي في الدوري البلجيكي لكرة القدم بحسب ما كشفته مصادر مقربة من اللاعب. وقرر محمد الأمين عمر مخالفة جميع التوقعات التي قالت باحتمال انضمامه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مفضلا وجهة أخرى لم يكن يتوقعها كثيرون. وكشفت مصادر من محيط محارب الصحراء أن الآخر اختار اللعب في الدوري الألماني لكرة القدم بداية من الموسم الكروي المقبل. وأكد المصدر ذاته أن لاعب المنتخب الوطني الجزائري اختار النادي الذي سينتقل إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات اللاعبين الصيفية الحالية في حال صارت الأمور حسب مخططاته. ويعد نادي فولسبورغ الألماني الفريق الأقرب لحسم صفقة عمارة، بما أنه أول فريق تقدم بعرض رسمي لإدارة نادي يونيو سان جيلواز البلجيكية. ويرى محمد أمين عمر أن منافس الدوري الألماني لكرة القدم تناسب قدراته الفنية وطريقة لعبه، على عكس منافس الدوري الإنجليزي الممتاز وفق ما جاء في موقع وين وين. وأكدت التسريبات التي حصل عليها الموقع ذاته صحة الأخبار التي قالت بوجود اهتمام من نادي برايتون الإنجليزي بخطف نجم المنتخب الوطني الجزائري، لكن اللاعب يميل إلى اللعب في منافسة البونتسليغا. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.